السيلينيوم كيمشي الناس يردوا البال شويه هنا، السيلينيوم كيمشي مع الحديد والنحاس. بدون نحاس لا يتحول الحديد المعدني الى حديد عضوي ديال الدم. الناس اللي كياخذوا اقراص الحديد وخا يبلعوا 50 قرص في اليوم، اذا ما كانش النحاس في الجسم لا يصلحوا لشيء. نعم. باش نوريهم بان الامور مدققه، راه ماشي غير خذ هذه وصافي. يعني الحديد بدون نحاس لا يتحول من حديد معدني اللي هو اللي كياخذوه من صيدليات، من حديد معدني الى حديد عضوي. نعم. علاش الحديد اللي موجود في اللحوم هو الاكثر امتصاص؟ لانه حديد عضوي، لانه كاين في الهيموغلوباين ديال اللحوم. ولكن كل الحديد النباتي يمتص. علاش الامريكيين صنفوا بان حديد اللحوم يمتص بسرعه اكثر من حديد النبات؟ لان حديد النبات كتشدوا الفيتات، حمض الفيتيك كيشد، كيكون كيلاتي، كيكون الحديد مشدود. ملي كنخمروا الخبز بالخميره البلديه كيطلق الحديد، كيولي يمتص اكثر من اللحوم. علاش الناس كانوا كياكلوا غير الخبز وكانوا وجوههم حمرين ومزيانين وكيفلحوا؟ لان الخميره البلديه فيها بكتيريا لبنيه، والبكتيريا اللبنيه هي اللي عندها خاصيه حل حمض الفيتيك. ملي كيتحل حمض الفيتيك كيطلق الحديد في النشويات. يعني كيعمل مع النحاس ومع الحديد هذا السيلينيوم، وكيعمل مع الفيتامين سي وفيتامين اي الفرنسيه. فيتامين سي موجوده في الفواكه وفي الخضار، في كل نبات. فيتامين سي موجود في كل نبات. كاين ماده حيوانيه وحده اللي فيها فيتامين سي، هي حليب الابل. صافي، ما الفيتامين سي يقتصر على النبات، ولكن هكذا ان الله سبحانه وتعالى اختار يعني هذا الحيوان، لان يعني الخلق حليب الابل، لان الابل كلها الخلق ديالها مختلف عن الحيوانات الاخرى. سبحان الله. لا في الانف ديالها ولا في الاسنان ولا في الرئه ولا في الكليه. خلال حلقه حليب الابل ذكرتم بانه يعني فيه فيتامين سي. نعم. مركز هو الوحيد اللي فيه. نعم. لا، الماده الحيوانيه الوحيده اللي فيها فيتامين سي. نعم. والا الفيتامين سي فهو يقتصر على النبات، يكون في النبات خصوص الفواكه. الفواكه يعني. وكاين حتى الخضار، كاين الخضار فيها فيتامين سي. النحاس موجود في الكريسيفير، في اللفت مثلا، اللفت فيه نحاس، وموجود كذلك في النشويات، موجود في حتى في الفواكه الجافه مثل اللوز والجوز كذلك. ولذلك اقول دائما ان مشكل نمط العيش وليس مشكل عنصر، مشكل نمط العيش خصو يكون متكامل. ملي كينقص السيلينيوم عندك سرطان المبيض، عندك سرطان الكولوريكتال يعني المستقيم والقولون، عندك التكيسات في المبيض، عندك سرطان الحنجره اوسوفاجوس كذلك. هذا المعدن ديال السيلينيوم مهم جدا. نعم نعم جيد. السيلينيوم هو اللي كيعطي يعني كيعطي قوه للجسم. وعندك الروماتويد ارترايتيس يعني هذه الالم المفاصل الروماتويدي. لماذا؟ لان هذا طبعا لان الان هادو الناس كيحسوا بالالم، كلشي كيولا كيحس بالالم. يعني الناس اللي كنسالوهم كيقول لك انا عندي الم في العضلات. كلشي عنده. ثم النقص السيلينيوم هنا مهم جدا، انا اخرتها شويه. النقص جد في السيلينيوم اخرتها ومهمه جدا. نعم. النقص ديال السيلينيوم كيعطي الام اس ملتيبل سكليروزيس. نعم. والنقص ديال السيلينيوم كيعطي حتى لانفيرتيليتي، كاين قضيه الانجاب يعني لانفيرتيليتي هي عدم الانجاب عند الرجال على الخصوص. نعم. عند الرجال ما كيولدوش. نعم. هذه فهاد العوامل يعني هذا المعدن هذا العنصر السيلينيوم هو من الاسانشيال، هو اسانشيال مايكرونوتريانس. هو السيلينيوم داخل في الاسانشيال. نعم. معنى اسانشيال معنى ان الجسم ما عنده ما يدير، خصو ياخذه من الطبيعه، ما يقدرش يصنعوا له يمثلوا له يفرزوا. نعم. يعني الاسانشيال ملي كنقولوا مثلا اسانشيال فري فاتي اسيدز، دوك الحمضيات الدهنيه اللي الجسم ما يقدرش يفرزهم، خصو ياخذهم يعني في نمط العيش. نعم. هو بدون سيلينيوم. نعم. هذيك التايرويد ما تخدمش، الغده الدرقيه لا تعمل، لا تاخذ الايودين من تي 4 باش تولي تي 3. نعم. لا ما تاخذش ماده الايودين. ولذلك السيلينيوم فالناس اللي عندهم مشكل الغده الدرقيه اذا كان عندهم يعني في كثير من الاحيان تكون نقص سيلينيوم ولي ادى الى نقص ديال الفيزيولوجي، خلل فيزيولوجي على مستوى الغده الدرقيه. اذا دكتور لو سمحتي يعني عز علي ان اقطع حديثك. خير ان شاء الله، باقي نوريو الناس العنا بعد. نعم. المصادر، بعض المصادر العاديه ديال السيلينيوم بلا ما. نعم. هو كيتباع، والسيلينيوم الان يوجد على شكل اقراص يتباع في الصيدليات، ولكن الناس يجب ان يحذروا الكميه. اكيد لانه يوصل الكميه. نعم. مسممه. اذا نحرر المكالمه على الخط. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم؟ معك جوهره من فرنسا. اهلا. شكرا سيده لطيفه، تستفدوا من هذا البرنامج بالصديقه ديالي كيستمعوا ليه. هذا انجاز رائع. نعم. خبير مغربي كيفهم نمط العيش ديالنا. نعم.
نعم. بالنسبة اللي احنا في فرنسا هنا عندنا واحد الموجة ديال الحبوب ديال السيلينيوم. موجة. حيت هي كتقولوا مكمل غذائي وكي كتعطينا ضرر الشباب وكتقلل إصابة السرطان. نعم. واش هذا الشيء بصح؟ وكاين عاوتاني واحد المكازان ولاو تيبيعوا المكسرات مكسرات البرازيلية. قالك لان البرازيل غنيه بالسيلينيوم واش هادشي بصح؟ نعم. آه. نعم. وبالنسبه لمريض السرطان اذا ديتي قطعه الاشعه هل يستفد من حبوب السيلينيوم زعما تضلوا الشعار والشباب اللوجا وداك الشيء ملي تيدير الشيميو؟ وشكرا. نعم. شكرا لك يا سيده جوهره من فرنسا. الحمد لله. نعم. عليا الحمد لله وهذا هو احنا هذا هو الخلاص ديالنا. الحمد لله ملي كونوا مواطنين هكا في خارج الوطن وتبارك الله يتصنتوا لهذا البرنامج ولذلك احنا ما كنساوهمش يعني دائما نشير الى مواطنين في الخارج وكاين جاليتنا في المهجر نعم حتى من بعض الاشياء تما ماشي غير في الخارج السفيره يعني هذا نعم هذه السيدة قالت موجة سيلينيوم نعم ولذلك احنا انا فضلت نديروا حلقة على هذا المعدن هذا لاننا كنعرف بان هناك موجات ماشي غير موجة موجة الاوميغا 3 وموجة الحمض الفوليك وموجة السيلينيوم وموجة هذه وغادي يوليو علينا غادي يوليو الناس وربما غادي يكون افراد كاين واحد الفطر الهندي واحد الفطر الهندي مدخلينه دابا المغرب وتيتكلموا عليه والناس كيشريوا على انه ماشي حاجه شي معجزه ولا شيء وعليا والفطر الهندي الكيفير والكيفاير هو اللبن ديال الهند كيتخمر بالخميره عوض البكتيريا اللبني كيتخمر بالخميره وفي الكحول وفي الالكول يعني كيوصل حتى ل 6 درجات كيليساك ديال الكحول مسكر فهذا السيلي الموجة نعم موجة طبعا لأن عندهم في الغرب فرنسا يعني هي الدولة اللي كتهتم بالكوسميتيك كثير خصوص النساء النساء غير تقول لهم حاجة بأن تجمل الوجه وتفعل كذا أكيد غادي يشتري يعني كاين عندهم كريمات الآن كيسوا وتقريبا الراتب الشهري ديال 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 السيده ولا اكثر من الراتب الشهري من الراتب الشهري المغربي نعم بصح نيت السيلينيوم كيعطي نضاره وكيصايب هذا احنا تكلمنا عليه نعم ولكن اكثر من ذلك هو ضد الصلع عند الرجال يعني الرجال عندهم هرمون تستوستيرون هرمون تستوستيرون الصلع العادي ماشي الصلع ديال الكيميوثيرابيا يعني الصلع عند الرجال نعم ملي كيكون السيلينيوم ناقص هذيك التستوستيرون كتاكسد وهذيك التستوستيرون هي اللي كتسبب تساقط الشعر لان كاين واحد العلاقه ديال هذا الهرمون هذه مع هذيك البصيلات اللي ديال الشعر تما كتخليها تفقد عندها تاثير هذا الهرمون على هذه باش تفقد هذاك الشعر كتفقده الى الابد يعني ايريفرسيبل ما كيعاودش يعني كيعاودش يرجع واخا مثلا يتناولوا ذاك الاخر ما عاودش يرجع ما عاودش الصلع عند الرجال الصلع معروف من قديم الزمان الصلع معروف يعني نقص السيلينيوم كيؤدي الى 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 هذا الصلع وكيؤدي حتى للشيب حتى لظهور الشيب في حد يعني وقت مبكر هذا السيلينيوم انا تعمدت ما نتكلمش على هذا بريزيليانات احنا عندنا في المكسرات نعم انا عندي في المعطيات انا عندنا علي ما يمكنش هذا الخبر ما نكونوش عارفينه اكيد ما نكونوش عارفينه ما كاين واحد الشهره ديال سبيشال يعني خاص بالبرازيلياناتس هذه اللي نوا ببرازيل هذا اللوز ديال البرازيل نعم. قال بان فيه السيلينيوم لا اللوز نعم نعم ولا نعم. نعم بالنسبه لفرنسا لهاد الاخت اللي كتسول من فرنسا نعم بصح من الاحسن يشريوا هذا اللوز البرازيلي للقهوه نعم ولكن علاش بالمقارنه مع اللوز الاخر اللي عندهم تما في فرنسا كبير هذاك لانه مغير وراثيا نعم والاشياء المغيره وراثيا فقدت التركيب ديالها ما بقاوش فيها هذه المكونات اما بالنسبه للوز المغربي اللوز اللي عندنا في سوس وفي الاطلس في الريف يعني في افورار والفوق في ازيلال وعندنا في اكنول هذا اللوز هذا فيه تركيز من سيلينيوم اكثر من اللوز البرازيلي نعم اللوز البلدي اللي عندنا في المغرب هذا اللوز البلدي غير احنا ما عملناش ابحاث وما شهرناش البرازيليين عملوا بحث وشهروه احنا ما نشرنا والو على هذه وما عندناش في المغرب رغم عندنا مراكز البحث العلمي ديال لينرا هذه ديال وزاره الفلاحه رغم عندنا مراكز البحث العلمي ما عندناش الى حد الان جدول ديال التركيب الكيماوي ديال المكونات اللي عندنا في المغرب والا سولتي على تركيب الشعير في المغرب ما عطاوش لك ما عندناش
دابا الان ما عندناش حنا ما عارفينش التركيب الكيماوي ديال الشعير في المغرب ما عارفينوش وما عارفينش التركيب الكيماوي ديال اللوز المغربي المغربي اللوز المغربي هذا البلدي اللي عندنا وما عارفينش التركيب الكيماوي ديال الجوز الابيض اللي عندنا في الاطلس هذا القرقاع اللي كاين في اوكيمدن حتى الازيل هذا القرقاع خاص بالمغرب الجوز الابيض هذه فاريتي هذه واحد الكيموتيب خاص بالمغرب ما كاينش اونديميك ما كاين غير لا في المغرب ولا حتى التركيب الكيماوي ديال المسائل اللي عندنا غير عندنا واش حنا درنا دراسه على الدغموس وعلى العقايه زيكوفيليش واش العقايه اللي عندنا في الصحراء الصحراء المغربيه العقايه عندنا ما تكفي للقاره كلها وهي العقايه ان بلانت انتي ديابيت بعدا هي نيت هاد يعني وكياكلوها الجمال كياكلوها الجمال مزيانه هاد يعني هادي رائحه طيبه اللي كتنزل مستوى السكر نعم نعم هي جيده هذه وعندنا في المغرب عندنا كميه كبيره يعني ما تتباعش كاع ما كيبيعوهاش الناس في الجنوب ما كيبيعوهاش وقف السياره عمر الكوفر ما كتبيعش لو الاسم لا نعم العقايه معروفه العقايه معروفه هذه من الاشياء هي اونديميك هي كاينه غير في المغرب هذه الاشياء اللي عندنا غير حنا غير في المغرب ومع ذلك ما عندناش التكوين ديالها هذا التركيب هذا 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 مشكل هذا مشكل نعم. لان عندنا مختبرات ماشي ما عندناش عندنا معدات عندنا معدات خصنا البحث عندنا الباحثين وعندنا كل شيء ولكن التأطير التأطير ماشي هو المعدات هذا هو المشكل التأطير هو المؤطر هذا الأستاذ المؤطر هو اللي عنده الأفكار ديالو اللي غادي ينشرها يعني الآن عندنا تجارب كنجريو فيها على المشكل ديال الداد نعم. لأن عندنا تسممات وقلنا نعم. في المغرب تسممات أوكي. أطفال ماتوا بالداد فالآن عندنا دكتورة الآن كتعمل على هذه القضية ديال الداد ماشي نعرفوها شنو هو لا بغينا نعرفوا كيفاش نحبسوا ذاك التسمم هذا هو البحث العلمي اما راه دارت بعض الابحاث هنا غير كونستاتاسيون يعني جا عندنا واحد الطفل للسبيطار ولقينا عنده هذا وهذا علينا احنا خصنا نعرفوا هذيك النبته شنو فيها اللي جميل لان لا يمكن ان تخلق هكذا الله سبحانه وتعالى جميع الخلق ديالو يصلحوا لشيء من جمله المعطيات انا العلك ديالها العلك اللي كان مضغوه العلك اللي كان البلدي اللي كان مضغوه ديالها ما كيقتلش ملي كياكلوها الاطفال كيموتوا سبحان الله وعلاش كيموتوا لان حلوه عندها مذاق حلو لو كان مر الاطفال ما ياكلوهاش المذاق ديالها احلى من الجزر سبحان الله علاش فيها الانيولين فيها سكر الانيولين هذه وهذه الابحاث كما قلت فلا غادي تجرنا على عناصر هذه السيلينيوم عندنا في المغرب في السمك وعندنا في الفطر الكمأة هذه الشامبينيون نعم وعندنا في زريعات القرعه بذور القرعيات فيهم ماشي غير سيلينيوم يجتمع السيلينيوم مع الاوميغا 3 نعم ملي كيجتمعوا هاد الجوج هادو ما كاينش سرطان في الجسم جيد لان الاوميغا 3 كيحبس جميع التفاعلات الكيماويه الخبيثه نعم. ولان السيلينيوم كيحفز الجليوتاثيون بيروكسيداز هي اللي كتحيد ستريس اوكسيداتيف هي اللي كتحبس هذا كتحبس السرطان في الخلايا نعم. عليا السيلينيوم كيزيد في لابوبتوز نعم. مشكل ديال موت الخلايا السرطانيه يعني نعم. كيزيد على مستوى هاد الخليه الدي ان اي هو السيلينيوم كيمشي للدي ان اي هذا الحمض الريبونيكليتيك ديال الخلايا ما يخليش هذاك الدي ان اي يعني يخسر يعني تخرب يعني ملي كيتخرب الدي ان اي الخلايا كتولي خلايا سرطانيه والسيلينيوم كيحفظ الخليه الدي ان اي ديال الخليه من من من, من تخريب فهاد الاشياء اللي تكلمت عليها يعني من الملتيبل سكليروزيس هذه واش السيده سالت على الناس اللي فقدوا الشعر بالكيموثيرابي يرجع الشعر من وراء الكيموثيرابي كيرجع عادي ما عندناش مشكل عادي ربما ما كيرجعش بداك الكثره نعم يعني واش يتناولوا اقراص ديال سيلينيوم نعم ممكن ياخذ اقراص سيلينيوم غير يكونوا يعني واحد ما كاينش مشكل الاشياء الطبيعيه ما كاينش مشكل غير هما عندهم في فرنسا هذه الزوبعه هي قالت موجات ولكن كاين واحد الزوبعه ديال هذه المكملات الغذائيه ولكن ما يثقوش بكل شيء ما يثقوش ب 100% المهم يبحثوا بانها تكون هذه الاقراص طبيعيه انا كنقول هذه المكملات سميناها مكمل معنى كانك تكمل حاجه ناقصه لان النظام الغذائي ديال الفاست فود ناقص ما فيش فيتامين اي بالفرنسيه ما فيش فيتامين اي بالفرنسيه ما فيش فيتامين حمض الفوليك ناقص في النظام الغذائي ديال فرنسا حمض الفوليك ناقص ما كاينش سيلينيوم لان واش الناس كياكلوا بذور القرعيات كياكلوا الترفاس كياكلوا الاسماك كياكلوا الفاست فود الهامبرجر مع الفريز فهاد الوجبات السريعه هذا المشكل هذا الان عليا حتى ولو كان سيلينيوم خصو يخدم مع الفيتامين اي واي والفيتامين سي ومع اليو خصو يخدم مع اليو خصو يخدم مع الحديد والنحاس نعم. هذا فهنا يعني الامور الداخل يعني تعقدت ولذلك في الاخير انا اتكلم عن نمط العيش نعم. وان الله سبحانه وتعالى صنف الاغذيه اصناف نعم. صنف للطاقه نعم. صنف للطاقه هما البروتين نعم. والدهون والسكريات نعم. الكربوهيدرات نعم.
هادو للطاقة. نعم. وأن جعل أشياء باش نشطبوا الجسم. نعم. كنس الجسم لتنظيف الجسم من الداخل. نعم. لرمي الفضلات من الجسم. نعم. والألياف. الألياف لا تهضم، الألياف غير كتدخل وكتخرج كتشطب الجسم من الداخل. هذه الألياف ثم الفيتامينات هما الأنزيمات، ثم القضية ديال الأملاح لتنشيط هذه الأنزيمات، لتنشيط الأنزيمات وكذلك لتنشيط الهرمونات. الله سبحانه وتعالى خلق الهرمونات لضبط الجسم، وهذه الهرمونات هذه عندها كذلك محفزات. ثم في الأخير خلق الله سبحانه وتعالى أشياء تحفظ الجسم من الأمراض. نعم. كاين الريجوليتين فاكتورز اللي هما الفيتوستروجينات اللي كيقادوا الهرمونات، وكاين المشكل ديال الأنتي أوكسيدانت، هذو المضادات للأكسدة هما اللي كيحفظوا الجسم من الأمراض. فالنظام الغربي الان علاش السرطان طلع؟ ماشي غير السرطان، الامراض المناعيه ويعني حديت ولا حرج، الامراض المناعيه والسرطان علاش طلع؟ لان المضادات للاكسده ما بقاوش في النظام الغذائي، الناس ولاو كياكلوا الفاست فود، ما فيهش مضادات للاكسده. نعم. ما كاينش مضادات للاكسده. نعم. وما فيش الياف خشبيه، يعني كاين كونستيبيشن، يعني الفضلات كيبقاو في الجسم. نعم. فانت تاكل اشياء اللي كتعمل اسيدوزيس، الجسم غادي يتخنق. انت تاكل اشياء تخلي في الجذور الحره، خلف الغازات مثل الكيتونات ومثل الالدهايدات مثل السيتونات مثل الامونياك، الامونيا على مستوى القولون، ثم ما عندكش الاشياء اللي كتخرجها اللي هي الالياف. اذا غادي يكونوا ما عندكش المضادات الاكسده اللي كيحفظوا الجسم، ما عندكش الضوابط ديال الهرمونات، طبعا الجسم في جميع الامراض. اكيد. جميع الامراض. اكيد. اذا دكتور لو سمحتي غنحرم مكالمة. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. معك لاله خديجه من الرباط. اهلا خديجه من مدينه الرباط، تفضلي. بارك الله فيك لاله. اولا انا كنشكرك لاله لطيفه بزاف بزاف على هذا البرنامج القيم. شكرا. وكنشكروا الدكتور ديالنا عزيز، وكنقولوا ليه الله ينور لك حياتك على هذه المعلومات اللي كتنورنا به واللي بدلتي لينا نمط العيش ديالنا. بارك الله فيك. وبغيت الله يخليك، ومادام ان يعني الموضوع ديالكم هو سيلينيو. نعم. الله يخليك، بغيت نتاكد واحد المعلومه بحكم انني كنعاني من واحد دي نودول بليسان. نعم. ديالي، وعندي لي زوفير ميكروبوليكيستيك، وسمعت واحد المعلومه ان هذا السيلينيوم، يعني الواحد الا كثر من المواد اللي فيهم سيلينيوم. نعم. كيدي ان يعني كيدوب هاد لي نودول، كيدوب هاد التكيسات. نعم. يعني بغيت نتاكد من هاد المعلومه، الله يجازيك بخير. نعم. واش صحيحه ولا غلطه؟ نعم. وانا دابا ما تناكلش المواد الحيوانيه لا اللحم والدجاج، يعني الحوت اللي تناكل مره. نعم. واش يعني هاد السيلينيوم واش كيكون في الاغذيه الاخرى من غير اللحوم وهذا؟ يعني يتمشى غادي يكون عندي النقص ديالو. نعم. نعم جيد، خير ان شاء الله. يعني كاين مواد كثيره فيها السيلينيوم، وفي الحاله ديالك انت الا بغيتي كاع. نعم. تاخذيه على شكل اقراص من الصيدليات ممكن. نعم. غير الطبيب خصو يوريك شحال ديال تعدايش واحد القرص. نعم. ولا نصف في اليوم، ويعني ماشي كل يوم تاخذيه، كل يومين. نعم. إيه كنظن ما كاينش مشكل، انما المغرب عندنا احنا السيلينيوم، عندنا السمك، عندنا الترفس، عندنا الزريعه ديال القرعيات، بذور القرعيات، زريعه القرعه هي غنيه بماده السيلينيوم. وعندنا اللوز البلدي ماشي المستورد، عندنا اللوز البلدي، وعندنا القرقع، عندنا يعني الخضر فيها واحد الاثار، عندنا حتى الحبوب، الشعير مثلا، الشعير فيه سيلينيوم اكثر من القمح، الشعير فيه سيلينيوم اكثر من القمح. يعني ما عندكش مشكل. انا كناكل الشعير، انا حاليا كناكل الشعير، اما اللوز ما يخص اللوز والقرقع عندي حساسيه، يعني ما كناكلهمش. ماشي مشكل عليا، هو من جمله يعني اللائحه طويله، تخيري اللي بغيتي. واخا ما تاكليش اللوز والقرقع، غادي يبقى عندك الشعير، يبقى عندك السمك، يبقى عندك البيض البلدي، يبقى عندك الدجاج البلدي، يبقى عندك اشياء حتى البيبي البلدي. نعم. البيبي البلدي، البيبي البلدي فيه اللحم ديالو فيه كميه فيه كبيره ديال السيلينيوم. نعم. يعني كما قلتي اقراص. ماشي مشكل مع اللي بحال اللحوم، بحال هذا الدجاج البلدي تاكليه مره في الاسبوع ولا حاجه، ما يضركش يعني، ما ان شاء الله. نعم. ما يكونش مشكل. ففي الحاله ديالك انت خاص يكون نظام طبيعي، وخاص الحركه، خاصك تحركي. نعم. خاصك تحركي. نعم. نعم. يعني استفدت بزاف من المعلومات اللي كتعطينا، كنحاول نطبقهم. وبغيت غير نعرف، الله يجازيك بخير، واش ما عندكش شي موقع او لا شي فيت فين ناخذوا معلومات؟ حيت بعض المرات يعني اصلا كتعطينا معلومات في هذه القناه اللي كنشكرهم بزاف. نعم. ولكن كنبغيو مره نقلبوا على شي حويجه. واش ما عندكش؟ كاينه صفحه الفيسبوك، ولكن بعض المرات تيكونوا اسئله كثيره. نعم. لان كل ما فتحت الفيسبوك الصفحه ديالي الخاصه، وكاين الصفحه ديال نخل رمان.
برنا ديال البرنامج ممكن ولكن الصفحه ديالي هذه الخاصه هذه وانت داخل معنا في صفحه الفيسبوك. كاين مشكل والناس كي بعض المرات كيطرحوا اسئله كتجيني مثلا 20 سؤال في دقيقه في مره واحده يمكنش لما نجاوب واحد ولا جوج كيبقى واحد يتسنى كنلقاه خرج كنلقاه تقلق وخرج يعني فخصو لا خصو يقدر الموقف يعرف بان راه كاين واحد الضغط كبير وكنحاول بالعكس انا كنحاول نسبق الاخوان ديالنا برا لان كنعرف بان كيعيشوا في في المهجر والحاله النفسيه ديالهم متدنيه وزايدين في مجتمع يعني ما كيلقاوش الحوايج اللي داو عليها هنا المغرب شي باس ما كاين انا واجب علينا يعني كنسبقهم هما الاولين لان كيف ما كان الحال المواطنين ديالنا هذو ثم كنسبق الحالات بحال ما هذه الحالات الحرجه بحال ديالك نعم يعني لان الحاله ديالك انت عندك نوديل وداك الشيء ما تخافيش منه اولا ما تخافيش نعم. ثم هاد تبقى تحت المراقبه فقط تبقاي تحت المراقبه شوفي المسائل ديالك كيفاش عامله وصافي ما تسرعيش ان شاء الله يكون خير يكون خير اذا ودائما اذكر المستمعين الكرام يعني الا بغاو انهم يطرحوا سؤال على الدكتور والدكتور دائما عنده بريد ديالو فيه ضغط ممكن ارسال السؤال عبر صفحه برنامج نخل ورمان وطبعا حنا غادي نقوموا ب توصيل الرسالة بكل أمانة يا دكتور إن شاء الله. إذا دكتور كاين هناك أيضا سؤال وردني عبر صفحة الفيسبوك من عفاف ناجي هو سؤال طبعا ربما أنت أكيد أجبت عنه ما هي مصادر أو الأغذية التي يتوفر عليها معدن السيلينيوم وما فائدته بالنسبة لصحتنا بارك الله فيكم يعني أنا أنقل السؤال كما وردني طبعا أنتم أجبتم وأفدتم في هذا إن شاء الله. السؤال وهذا السيلينيوم النقص ديال السيلينيوم كي النقص في السيلينيوم إذا كان نقص حاد نعم كان نقص حاد يعني الشخص ما كياكلش يعني نهائيا السيلينيوم كتكون المشكل حتى ديال حب الشباب هذا اللاكني كتكون طبعا عند الأطفال وكيكون لازم كيكون حتى الربو نعم يعني الربو نعم من جملة نعم النقص الحاد ديال السيلينيوم مسبب ربو لأن يعني هنا هذه كما قلت يعني وكما أقول دائما فهذه الأشياء هذه يعني ولات نحن ننظر إليها بمنظور آخر مقاش هذه المسائل هذه لا دكتور طبعا لأن كاين فرق كي تعرف بين السبب الإنسان شوي كيرتاح أكيد على الأقل تكون فكرة الشخص عنده فكرة نعم هذا هو اللي كتكون عندك الفكرة وطبعا دكتور يعني جزاكم الله خيرا بغيتي تطبقها راه غادي تطبقها تنوير يعني الرأي العام نعم وهذا احنا كنشوفوا الناس كيفاش كيتعاملوا مع الأمراض ديالهم كاين فرق ما بين تشخيص المرض وما بين العلاج وكاين اللي باقي ما عارفش شنو الفرق ما بين التشخيص والعلاج كاين شخص كيتكلم معاه تيقول لك انا درت ليكوغرافي وسكانر درتي ليكوغرافي وسكانر غير التشخيص نعم انا بغيت نعالج الطبيب قال لي نعم ولكن رجع بعدا انت شوف المرض منين جاك شوف شنو عندك بعدا شوف المشكل ديالك شنو ما تعرف المرض ديالك بعد الاسباب ديالو وتشوف الاشياء اللي كنتي هذا ما صافي الامريكي الان ولو كيعملوا واحد كيستيونير واحد يعني استماره فيها تقريبا اسئله كثيره استماره فيها ثلاثه صفحات باش يسولك على نمط العيش ديالك حياتك كيفاش تتنعس واش كتحلم شحال كتنعس من ساعه واش كتشرب شحال الكميه ديال الماء اللي كتشرب الماء شنو تاكل الصباح شنو كتاكل مع الغداء شنو كتحس بالمعده واش كتحس بالدوخه واش كتحس بالراس واش كدير هذه يعني معك واحد طويله نعم وهذه هي المهمه هذه هي المهمه ماشي الارامي بعض المرات ما كيوريك السرطان حتى كيكون وصل التورم وصل 5 سنتيمتر و7 سنتيمتر صافي يعني قضى الله امره خصنا نعرفوا الاسباب قبل من هاد المرحله هذه فهاد الامريكي الان ولاو الا ما كانش هاد الاستماره ما يعرفوا يعملوا معك والو خص عاد من هاد الاستماره هذه كتدرس كاين فريق كيدرس الاستماره ثم يوجهوك فين تمشي علاش لان في امريكا الان كاين غير الامراض المناعيه كاين تقريبا الامراض المزمنه والامراض المناعيه هذه الا ما كانش سرطان راس كلوزون بلاك يعني فهنا هاد الامراض هذه ماشي امراض ديال علاج ديال اسبوع ولا حاجه ولا هذه امراض مزمنه غادي تبقى مع الشخص طول حياته وهذا نمط العيش اللي كنتكلموا عليه حنا دابا حنا بغينا الناس يربحوا واحد 20 سنه ولا 30 سنه لان من بعد ان شاء الله راه غادي يولي غير هذه المسائل هذه لا يمكن يكون علاج بدون نمط العيش من المستحيل الامريكي الان تيركزوا على اللايف ستايل يعني نمط العيش الله خصهم يعرفوا الشخص يعني الحياه ديالو كيعامل يعني لا يمكن ان نعالج مثلا سرطان الرئه والشخص باقي يدخن انا عطيت المثل شويه يعني مثل شويه يعني محرج لا يمكن بحال السيجاره اللي سبت لك سرطان الرئه بحال المواد الاخرى اللي سبت لك سرطان في موقع اخر من المستحيل شخص انت كتعمل باغي نعالج سرطان الرئه ولا زلت تدخن
هذا هو اللي الناس اللي بغينا ما يفهموا، هذا هو المعلومات اللي خصنا يفهموا، وهذا هو الغايه ديال البرنامج. الغايه ديال البرنامج هو الشخص يشوف المحيط ديالو، يشوف هو بعد شخصيا قبل ما يمشي للطبيب، يشوف هو المعلومات اللي يمكن له يعرف هو بدون طبيب على الحاله ديالو. عاد طبعا ملي غيمشي على الطبيب ولا غيمشي للتشخيص ولا غيمشي للمختبر ولا حاجه، هذيك راه اشياء اخرى، ولكن كتبقى اشياء مخفيه، لان الان ظهرت امراض غير معروفه، امراض غير معروفه، حتى التشخيص ما عرفهاش، امراض غير معروفه. يعني في الاعضاء، في الرجلين، في اليدين، اشياء في الراس، في هذه الطنين، في الاذن، كاين اشياء الان اللي ظهرت امراض جديده الان، لا غير معروفه، لا هي مناعيه ولا هي مزمنه، غير معروفه. كاين بعض الرسائل توصلني هي ليك طبعا موجهه. نعم. هناك من يقول انه يسمع دائما ك يعني صوت طائره في الاذن. نعم، هو طنين وهذا والسيف يعني الموضوع. هذه امراض غير معروفه، وكان تكلموا عليها بعض الباحثين في الستينيات والسبعينيات، تكلموا على هذه الامراض اللي وصلنا لها، ومنهم واحد استاذ ديالي تكلم على هذا التيرمينال ديزيز، هذو الامراض اللي ما غاداش تعرف نهائيا اللي غادا. علاش؟ لان التلوث والصناعات الغذائيه والصناعات الكيماويه وانبعاث الغازات السامه والمسائل والتشعيع الاشعاع، يعني التشعيع دابا يعني الاشعاع كافي بوحده الان باش يحدث كل الامراض طبعا. فهذه العوامل هذه فاتت الطب، سبقات الطب، يعني السرعه ديالها كانت كبيره. الطب الان يلا غادي مع الامراض اللي قدر يلا ماشي معها، ولكن دابا هذه سبقات يعني السرعه باش غادي هذا الفساد الكوني. طبعا الامراض ما يمكنش نحسوها، ماشي هي السرعه اللي غادي يمشي بها الطب. ولذلك كاين امراض الان غير معروفه عند النساء، امراض غير معروفه عند الاطفال، امراض غير معروفه عند اشخاص عادي، حتى هذه الامراض الجلديه الان لا هي برص ولا هي بهاق. نعم فعلا، لا هي برص ولا هي بوه. فعلا البرص ما كان كيظهر، البرص ما كان كيظهر حتى ال 50 سنه وفوق، 45 سنه وفوق. لكن البرص الان يظهر عند الاطفال عندهم عام وعامين وثلاث سنوات. يعني هاد الامراض الجلديه هي اللي كتعطينا حنا الحاله ديال الجسم يعني فين ماشي. علاش؟ لان انا قلت نقص من السيليون، ماشي غير السيلينيوم، كاين نقص من السيليون، كاين بعض الفيتامينات كذلك. نعم. وكاين تسممات. نعم. كاين حتى المعادن السامه هي ممكن تحدث هذه القضيه. ولذلك إلا سحبنا المعادن من الليثيوم، اللي منها الليثيوم، اللي منها التيتانيوم، اللي منها الارسنيك، إلا سحبنا المعادن السامة، وإلا كانت المعادن السامة كثيرة، وكان نقص في المعادن التي تسوي هذه الأشياء، هذه غادي يكون مشكل، خلل على مشكل الجلد والشعر والأظافر وهذه المسائل. فهذه الأشياء اللي كان ننظر إلى الجسم كوحدة متكاملة، وليس الخلل الذي يظهر على الجلد والخلل الذي يظهر في العظام والخلل يظهر في العضلات والخلل يظهر في اي عضو اخر. لماذا الاعضاء يظهر في منها بالسرطان الان كيظهر في الاعضاء؟ نعم. لماذا يظهر في الاعضاء؟ لان الاعضاء هي المفاعلات البيولوجيه، المفاعلات البيولوجيه الكيماويه الان داخل الجسم. نعم. من الطحال، من البنكرياس، يعني من الكبد، يعني من 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 حتى من الكليه. كذلك ثم الاعضاء الاخرى، المراكز الهرمونات او التي تعمل تحت الهرمونات، لمن المبيض، لمن الرحيم، لمن الثدي. فهذا الان هذا القضيه اللي وقعت لنا، اللي وقع الان المجتمع ككل، ليس في المغرب، انا كنت اتكلم عن العالم كله. فانا الان ملي كيتغير التركيب الكيماوي تتغير حياه الناس. ثم الاشعاع الان، هذا المشكل ديال الراديشن، الإشعاع اللي حاصل في العالم الآن وكافي، غير الآلات اللي خدامين في المنزل الآن، غير هذاك الحقل الكهرومغناطيسي اللي كاين في المنازل الآن، غير اللعاب ديال الدراري والغسالة والتلفازة والحاسوب والمسائل هذه والتليفون النقال، الهاتف النقال والمسائل، غير الآلات اللي كتعمل بالراديشن وبالهذا. لا أنا كنت الراديشن فيزيك، هذه لا حول لنا ولا قوة، هذه ما كتبانش، هذه كافية باش الأطفال يكون عندهم مشكل والنساء يكون عندهم مشكل. وتكلمنا عن المشكل ديال الفيتامين دي، ولا الفيتامين دي الأمريكية لقاو بأن الإلكترومانيتيك ويفز هذو، نعم هذو الذبذبات الكهرومغناطيسيه والالكترومانيتيك هما هذه العوامل كلها، لا يمكن ان نتغاضى عن هذه العوامل، لا يمكن ان يكون مرض هكذا. انا حضرت في المؤتمر مؤخرا ديال الروماتيزم، ديال امراض المفاصل، وان اللي سبقوني هذوك كلهم بالاجماع، الاطباء كلهم كانوا كيتكلموا في المقدمه ديالهم على انها بدون اسباب، على اسباب غير معروفه. على ان هذا الريماتويد ارترايتس ان ما عندهاش اسباب، لا يمكن يكون مرض ما عندوش سبب،
كان عليهم يقول أنهم لا يعرفون السبب. نعم. أنهم لا يعرفون السبب يكون أحسن. أن أما أنك تقول أن يعني أسباب مجهولة وغير معروفة، هذا لا، هذا لا، هذا لا، لا يعقل. doesn't make sense. كل مرض عنده سبب، وأن في الأخير أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليعيش في محيطه وفي مجاله الذي خلقه له، وهو الناموس الكوني. ثم هذا الكون الذي تغير هو الذي انعكس على هذه حياة الإنسان ولظهور هذه الأمراض المستعصية. أكيد دكتور. إذا نحرر مكالمة تشير لي زميلة سميرة تلات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. هلا، من مدينة الرباط. تصل فيكم على الموضوع. نعم. الحلقة اليوم سيلينيوم. نعم تفضلي. بالنسبة للسيلينيوم أنا ما عنديش عليه معلومات كثيرة، غير أنه عندي واحد التساؤل، هو أنني في الفترة ديال المراهقة كان جاني حب الشباب. نعم. مشيت عند الدكتور أخصائي الجلد. نعم. وعطاني واحد مراهم ديال الفارماسي درتها، وعطاني حبة سيلينيوم. نعم. وما عرفتش أنايا هاد السيلينيوم واش طبيعي كنت كناخذه، وما علاقته ب جيد. لان هذا هو العلاج، لان لاكني غادا تجي من هي هذه الحب الشباب اللي كيجي، كيجي من واحد الافراط هرموني وعادي جدا. بالعكس، والناس اللي عندهم حب الشباب راه مزيان، يعني علامه جيده. هما الناس كيخافوا منه والشباب ما كيبغيهش. هو حب الشباب علامه جيده على ان الهرمونات عندك مزيانه، واخا زايده شويه في العمر ديال 18 19 حتى 20 22 طبعا كيكون جيده، لان كيكون تغيير يعني جنسي عند الطفل والطفله، طبعا عادي عادي جدا. نعم. وشتي حب الشباب كيجي في مناطق، يعني اما في الوجه اما في الكتف. نعم.